I think that we can wait for a call. I don't see anything wrong with the present situation. I don't know why should we approach anyone about anything. As far as I'm concerned, we are just happy as it is now. And if the others are happy, so that's it. But the others aren't going to be happy, really, are they? Let them ring us up. On the 5th of June, 1967. 5 يونيو 67. المعروفة في تاريخنا باسم نكسة يونيو، والعدو مسميها حرب أيام الست. تشيب تشيب هيامين هيامين. دي مش نكسة، دي نكبة عظمى. بس احنا محاربناش. طياراتنا اتضربت على الأرض، في مطاراتها ومن غير حماية جوية انتهت المعركة قبل ما تبدأ. حرب 5 يونيو سنة 1967 أو حرب الأيام الستة، شهدت فيها إسرائيل هجوم خاطف على مصر وسوريا وفلسطين المحتلة. اليوم ده الصبح كنا واقفين في أرض الطابور استعداداً للتوجه لجناح الطيران، وفوجئنا بالطائرات الإسرائيلية بتهاجم المطار، بتدمر طائرات التدريب اللي أنا هروح أطير عليها. منظر ظل في مخيلتي لغاية حرب 73. 70% من الممرات بتاعت الطيران احنا فقدناها، فدي كانت حقيقة صدمة كبيرة ولا تبشر بأي خير، لأن السلاح الجوي هو سيد المعركة خاصة في الصحراء. تقريبا كان نص الجيش المصري موجود في اليمن. احتلت إسرائيل في 67 هضبة الجولان السورية وغزة والضفة الغربية في فلسطين والقدس الشرقية اللي كانت تحت الحماية الأردنية وقتها. وفي مصر احتلت إسرائيل شبه جزيرة سيناء، وتم إغلاق قناة السويس أمام الملاحة العالمية. في الفترة دي كان ما عندناش عتاد عسكري. في المقابل ده أول مرة كنا نرى القوات الإسرائيلية في الناحية التانية، دبابات وأوتوبيسات تجيب وفود سياحية ونزلوا يستحموا في قناة السويس. ظلمنا في هذا الحرب. السماء حزين، الأرض حزين. The history of Israel reborn. NASA knows that even now Israel is much, much stronger than his forces. That's the way to see. بعد 56 وبعد 48 هيبقى همن البلد. احنا حسينا بالمهانة، ويمكن في تمثيليات او حاجات كده وردت ايه كانت شعور الضباط والجنود ايه. قرايه يا دكتور بتنسحب ليه؟ سيبه ما اتمرن على الانسحاب. كون اي حد يقدم لكليات عسكريه مش مطلوب. الارض عرض، كانت الروح كلها يا اما معركه تنتصر فيها يا اما الشهاده. ما اخذ بالقوه لا يمكن ان يسترد غير القوه. حاضرون بعد التحذير ان نوجه الضربه بعد الضربه. ما اخذ بالقوه لا يمكن ان يسترد غير القوه. جدي الله يرحمه اللواء فؤاد ياسين كان ضابط في قوات المسلحه في 67، وحكى لنا قصص كتير جدا عن الاهوال اللي شافوها. فكنت دايما بساله، بكل اللي شفتوه ده برضه بتقولوا عليها نكسه مش هزيمه؟ كان يرد عليا بمنتهى الاصرار، عشان هي نكسه مش هزيمه. بابا، ايه كان واقع صدمه النكسه على حضرتك؟ حسب ما كان بيتقال لنا ايامها، فاحنا كلنا كنا متوقعين انتصار مبهر على إسرائيل. ده بتقلب لك موازين تفكير الواحد، بيحس بصدمة عنيفة جدا، بيحس بعدم الثقة في حاجات كتيرة قوي. بداية حرب الاستنزاف بدأت الناس تسترد نوع من الثقة في المؤسسة العسكرية في هذا الوقت، وهي بيعاد تشكيلها وبيعاد بنائها، وبدأ يتحط إيد في الإيد المدني مع العسكري. تجميع القوات حصل على طول من يوم 10 يونيو، يعني في خلال 3 ايام، ويوم 1 يوليو، يعني في اقل من شهر عن النكسه، بدات قوات الصاعقه المصريه عملياتها العسكريه في سيناء، واستمرت بدون توقف لحد سنه 1970. كلفت العدو خسائر رهيبه. البلد ما سبناهمش يتهنوا يوم من مصر. من اول 67 وطول حرب الاستنزاف وبعدها، كان العبور للضفه الثانيه من القنال عمل فدائي ما يقدرش عليه غير الكوماندوز المصريين. قريب من هنا دارت أول معارك حرب الاستنزاف، معركة راس العش، اللي اتفاجئ فيها العدو بالقدرات القتالية الحقيقية لقوات الصاعقة المصرية.
حرب الاستنزاف ابتدت بمعركة رأس العش لما حاولت القوات الإسرائيلية مهاجمة مدينة بور فؤاد بقلة عملت خسائر للقوات دي المتفوقة عليها وأجبرتها على الانسحاب. انتصار الصاعقة المصرية في معركة رأس العش كان السبب في أن بور فؤاد كانت المنطقة الوحيدة في سيناء اللي فضلت تحت السيادة المصرية طول الست سنين ما بين 67 وحرب 73، والأهم إنها رفعت الروح المعنوية للقوات المسلحة ورجعت لنا جزء من الثقة وفتحت نفسنا على عمليات كتير بعدها. إغراق أكبر قطعة بحرية للعدو المدمرة إيلات. هو إيلات فيه اتنين إيلات، فيه المدمرة إيلات اللي اتضربت بلانشات الصواريخ يوم 21 أكتوبر 67، وفي ميناء إيلات اللي هو يقع في خليج العقبة أمام مدينة العقبة الأردنية وجنب طابة المصرية. يكفي فخرا للانتفاضة البشرية المصرية ان تم مهاجمة ميناء إيلات الإسرائيلي 5 مرات في خلال 7 أشهر. ومن قلب بطولات الصاعقة المصرية في حرب الاستنزاف اتولدت أسطورة العميد إبراهيم الرفاعي والمجموعة 39 قتال. أول العمليات الفدائية بقيادة العميد إبراهيم الرفاعي كانت نسف تشونات أسلحة وبقايا مركبات ودبابات خاصة بالجيش المصري كان العدو بيستعد لنقلها لعرضها في معرض تل أبيب احتفالا بالنصر. إبراهيم الرفاعي خد مجموعة من الضباط وعدوا حطوا القنابل المتفجرات ولعوا المنطقة كلها، ولعوا الذخائر والأسلحة واللي كان عدو مشوينها عشان يدخلها في داخل إسرائيل. ورفض إبراهيم الرفاعي وأبطال الصاعقة أن يسيبوا العدو ياخد اللقطة. الشهيد البطل عمنهم رياض استشهد يوم 9 مارس سنة 69، كان لابد أن احنا ننتقم له. يوم 40 بتاعه إبراهيم الرفاعي طلب رفع ضربة مدفعية، بدأنا نهاجم الموقع، ولعنا المنطقة الإدارية في المنتصف، أنزلنا العلم الإسرائيلي، رفعنا العلم المصري، قضينا على قوة الموقع كاملة. حرب الاستنزاف اللي كان ليها تمن، والتمن كان غالي. الثامن من أبريل عام 1970 أغارت الطائرات الإسرائيلية من طراز بنتوم على مدرسة أطفال بحر البحر الابتدائية بمنطقة الصالحين. 8 أبريل 1970 شنت قوات العدو غارة جوية بطيارات الفانتوم على مدرسة ابتدائية مشتركة في قرية بحر البحر مركز الحسينية محافظة الشبيهة. استشهد فيها 30 طفل وطفلة وتصاب 50 غير 11 من العاملين والمدرسين. كان من المرحلة دي الطيران الإسرائيلي بيضرب بحر البقر وبيضرب ناجي حمادي، فأنت عشان ما عندكش طيران يوجعه زي طيران. تعرضنا لغارات إسرائيلية في العمق، ثم ضرب المدارس الأطفال زي ما ضربوا مدرسة بحر البقر. المدرسة لما انضربت أنا كنت في تانية ابتدائي، سمعنا صوت طيران بس صوت طيران غريب مش متعودين عليه. لما حصل القصف أغمى عليا خالص، ما عرفش أنا فين. فوجئت بعد 3 شهور إنني في المستشفى. ساعة القذف وساعة زمايلي ما شفتوا جنبي أنا عمر ما انسى مدى الحياة، بقالي وقت 53 سنة ما بنسى اللحظة دي. والدي ما عرفنيش أصلا لسبب إن هما كانوا بذرة النبال حرجانة، حتى الإصابة مش كان محروقة كله أسمر. بعد ما طبت بالعلاج رحت أشوف المدرسة، التقيت ما فيش مدرسة، واقعة كلها في الأرض، الفصول كلها واقعة. بعد ما سبحت مدرسة بحر البار بدأت مصر في إنشاء حائط الصواريخ سنة 70. أول حائط صواريخ ليها. حائط الصواريخ كان بيبنى على الأرض قواعد صواريخ محصنة حتى يمكن كسر الذراع الطويلة للعدو في هذا التوقيت. السماء بتاعتك ومجالك الجوي انتهك يومياً. الحائط ده كان عبارة عن نظام دفاع جوي بيحمي عمق مصر من الغارات الإسرائيلية، ومن أهم إنجازات حائط الصواريخ عملية عرفت باسم أسبوع تساقط الفانتوم. اتفاجئت قوات الجوية الإسرائيلية في أحد الهجمات الجوية بعد ما دخلت لها طيارة الفانتوم الحديثة بإسقاط 2 طيارة فانتوم. ونجحنا في خلال الأسبوع ده اللي بدأ في 30 يونيو لحد 7 يوليو 1970 في إسقاط عدد كبير من طيارات الفانتوم وسكاي هوك، وأصابنا 3 طيارين إسرائيليين كانوا صيد ثمين، وانتقمنا لأطفالنا وأهلنا في بحر البحر. لما الدخل قل كان في اكيد
التغييرات حصلت؟ يعني كان ازاي ده ليه وقع عليكم كمستوى اجتماعي؟ اقتصاديا اتأثرنا جدا، لأن الموارد المتاحة من خلال دخل والدي من الجيش قلت بداعي المشاركة في المجهود الحربي، وبالتالي بقى في كنترول وفي صرف محدود جدا. أول اجتماع لينا عائلي على ترابيزة السفرة، بابا جمعنا يا جماعة إحنا دلوقتي الدخل بتاعنا قل جدا مش زي الأول، ده اللي موجود ولازم نمشي عليه. اللي حققناه في الثلاث سنين من 67 ل 70 رد فينا الروح وخلى الأمل جوانا صاحي إن يوم الحساب قرب ومعركة الفصل جاية جاية. لكن القدر كان مخبلنا ضربة موجعة. فقدت الجمهورية العربية المتحدة وفقدت الإنسانية كله رجلاً من أغنى الرجال وأشجع الرجال وأخلص الرجال هو الرئيس جمال عبد الناصر. الشك حل محل الأمل، والإحباط رجع سيطر على المشهد، والهدف اللي كان قرب قوي بعد قوي. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة أراضي. الرئيس السادات التزم بمبادرة روجرز الأمريكية لوقف إطلاق النار، ويبقى الوضع على ما هو عليه. إحنا كمصريين في الأجازة بتاعت 6 أكتوبر بنحب نروح شرم الشيخ، شمسها خريفي دافية، مفيش رطوبة، البحر حلو وهادي، وده بالظبط اللي الإسرائيليين كانوا بيعملوه في عفيرة. أهلا بيكم في عفيرة. عفيرة عفيرة هو الاسم اللي أطلقه المحتل على شرم الشيخ، وهو اسم من الكتاب المقدس معناه الأرض المليئة بالذهب والخير. أسسوا فيها أكبر قاعدة جوية لهم في سيناء. شموا نفسهم بعد مبادرة روجرز وزادت ثقتهم في إن السادات أكيد مش هيحارب. وهكذا فإنني في الشهور الماضية وضعت أمام الأولويات الثلاث التالية: أولاً إطلاق كل القوى الكامنة في الجهاز التنفيذي، ثانياً ترتيب أوضاع قواتنا المسلحة، ثالثاً تعبئة كل إمكانيات التنظيم السياسي. وبالرغم أن الرئيس السادات كان بيأكد في تصريحاته أن الحرب جاية جاية، إلا أن القيادات الإسرائيلية والمخابرات الأمريكية اعتبروا تصريحاته مجرد كلام يهدي بالشارع المصري اللي كان فاضي وعايز يدخل يحارب واللي يحصل يحصل. I saw the Sadat as a character out of Aida. I didn't take him seriously. He kept making grandiloquent pronouncements. I never acted on them. So I frankly thought he was bluffing. The motherland, if it is sand, mud, or marshes, or whatever it is the motherland. No one will capitulate here in this country. I'm not ready to capitulate. Mohammed Anwar al-Sadat, الرئيس الثالث لجمهورية مصر العربية، اشتهر بالدهاء وقدرته على المناورة وإخفاء نواياه. ويعتبر واحد من أبرز القادة السياسيين والعسكريين على الساحة الدولية خلال القرن العشرين. وصلنا لسنة 1973 وبدأ الأمر وكأن المعركة ما بقتش مسيطرة على دماغ المصريين، كأن الحياة مكملة عادي. الفترة اللي قضاها الرئيس السادات من حياته في العمل الثوري مقاومة الاحتلال علمته مهارات أساسية كانت البذرة اللي بنى عليها خطة الخداع الاستراتيجي، ويمكن ده سر عبقريته، إنه أخفى نواياه الحقيقية عن طريق إنه بينها وأعلنها في نفس الوقت، بس هما اللي ما صدقوش. في 73 السادات طلب من كل الصحف القومية إنها تنزل خبر في الصفحة الأولى عن بعثات عمرة للجيش، بس هما ما راحوش. كان كل حاجة بتحصل تحت سمع وبصر العدو ومخابراته، وطبعاً المخابرات الأمريكية، بس برضو فضلوا مش مستفيدين. But the most significant and probably the most skillful thing that the Egyptians engaged in was a very, very sophisticated misinformation or disinformation campaign. لو رجعنا الحقائق والأرقام ممكن فعلاً نلتمس لهم العذر في استبعاد الحرب. خطة الخداع ما تعملش على مستوى قوات مسلحة، تعملت على مستوى الرئيس السادات، الوزارات، الهيئات، قوات مسلحة. إسرائيل بتعتمد على قوات الاحتياط أساساً،
أكبر قوات احتياط نسبة مئوية في العالم. كانت أهم نقطة إن أنا أكسر خطة التعبئة. لأن كان كل فترة يروح هنحارب هنحارب ومفيش حرب. إنك تعمل تدريب كل سنة بعدين تيجي في واحدة منهم تقلبها حرب. أنا زخير ديان مدبخ لممشلة وأمير أنا لا نخلي خيوط كعشان نحن كل يوم خميسي وشيشي لأور كل يديا مدينت نصرخ لجيس את הצבא. זה עולה כסף, זה משתק את המשק. מה עוד שהקונספציה היא שכל הנתונים מצביעים על כך שאיננה צפויה מלחמה. ומן דם מחטטו, إن قبل الحرب بيوم، يوم 5 أكتوبر، بعت السادات وزير الخارجية محمد الزيات لمقابلة هنري كاسنجر وزير الخارجية الأمريكي، وساب اللي عايز يقول حاجة يقولها. السادات كان قاصد يغذي إحساس إن إحنا مش محال، لكن الحقيقة إن الاستعدادات جوه صفوف الجيش للحرب كانت واصلة للذروة. توجيه 41 فريق الشاذلي كان هو اللي بيتكلم على تفاصيل الجندي في مرحلة العبور والمهمات القتالية. كان بيدينا دفاتر كده فيها كل حاجة من أول العسكري ما يعملها أو الضابط أو القائد يعملها في قبل الميدان قبل الحرب وأثناء الحرب وبعد الحرب. هل قدرت مصر في 6 سنين تبني جيش قوي ومدرب ومحترف؟ هل قدرت تجيب السلاح اللازم؟ هل عندنا طيران قوي كفاية؟ طب هنعبر القناة ازاي؟ طب الدبابات والمدرعات هتعبر القناة ازاي؟ هنعدي الساتر الترابي ازاي؟ ولو عندناه هنعدي حصون خط مرميه ازاي؟ بعد انتصارها في الحرب سنة 67 بنت إسرائيل سلسلة من التحصينات الدفاعية على طول الضفة الشرقية لقناة السويس بطول 170 كيلومتر باسم خط برليف. بتبدأ تحصينات خط برليف بساتر ترابي بارتفاع من 20-22 متر بزاوية ميل ما بين 60-70 درجة صعب التسلق للأفراد والمعدات العسكرية. بيمتد عمقه لحد 12 كيلومتر داخل أراضي سيناء. بيضم 32 نقطة حصينة بتبعد كل منها حوالي 10-12 كيلومتر عن التانية. تضم كل نقطة فيهم أفراد مقاتلة ومدافع ومصاطب للدبابات. تم تحصين النقاط الدفاعية بالأسمنت المسلح والكتل الخرسانية وقضبان السكك الحديد للحماية من كل أنواع القصف. تضم كل نقطة عدد من الدشم للرشاشات وملاجئ للأفراد ودشم للأسلحة المضادة للدبابات والهونات وسلاك شائكة. كل نقطة دفاعية بتتكون من عدد أدوار تحت الأرض مربوطة ببعضها بخنادق عميقة. ترتبط كل النقاط الدفاعية بشبكة اتصالات سلكية ولا سلكية مربوطة بشبكة التلفونات المدنية بإسرائيل. ومن كل نقطة حصينة تمتد شبكة أنابيب وصلة لمياه قناة السويس مجهزة لإلقاء النابالم الحارق وإشعال سطح القناة في حالة قيام القوات المصرية بمحاولة العبور. كل تفصيلة في حرب أكتوبر وراها فكر وإبداع وعلم وعبقرية. يمكن أهم تفصيلة عبقرية في الحرب بعدها. يوم كيبور أو عيد الغفران هو أكتر يوم مقدس في السنة العبرية. هو اليوم العاشر من أيام التوبة في العقيدة اليهودية، وفيه محرم على اليهود الانشغال بأي عمل دنيوي. بيتفرغوا للصيام والعبادة لمدة 25 ساعة بتبدأ من غروب يوم التاسع وتنتهي مع غروب اليوم العاشر من شهر تشرين حسب التقويم العبري. يوم 6 أكتوبر الصبح عقد الموساد اجتماع طارئ لمناقشة احتمالية قيام الحرب، والنتيجة اللي وصلوا لها إن الحرب مستبعدة. 6 أكتوبر 1973 العاشر من رمضان في التقويم الهجري والدنيا صيام. 10 تشرين في التقويم العبري والدنيا برضو صيام، الساعة 2 الظهر. في شوية حركة على الجبهة المصرية غرب القنال والجبهة السورية في هضبة الجولان، بس ما فيش حاجة تقلق لأبسط سبب. إن مفيش حرب بتقوم الساعتين بعد الظهر. طائرتنا انضربت على الأرض. أتنحى لا يمكن أن نسترد غير الكويت. انتهت المعركة قبل ما تبدأ، بس الحرب قامت الساعتين الظهر.
خطة الحرب كانت كالآتي: تبدأ القوات الجوية بتوجيه ضربة جوية شاملة ومركزة ضربت حوالي 64 هدف للعدو في عمق سيناء ما بين قيادة وتجميع احتياطي. والضربة دي عملت نتائج أكتر من 95% ل 220 طيار فيها قاذفات. مقاتلات القاذفة الـ 117 ضربت قواعد الصواريخ اللي كانت موجودة، وبدأت قوات المدفعية الضرب بأكتر من 2000 مدفع متوزعة على طول خط القناة. ركزت على دك خط بارليف، وفي نفس الوقت أطلقت صواريخ بعيدة المدى تشل وتدمر الأهداف في مطارات سيناء ومراكز القيادة. ومش بس على جبهة واحدة، على جبهتين. الجيش المصري شن هجومه عند قناة السويس في مصر، والجيش السوري بدأ الهجوم من هضبة الجولان في سوريا. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، ورفع علم مصر. مرور الطائرات فوق رؤوس الناس خلى الناس تصيح. وقت واحد الله أكبر، مفيش حد فينا بقى نقطع غير إيه؟ الله أكبر، ما كانش مخطط. قناة السويس دي مانع مائي من الصعب عبوره حتى في وقت السلم. الحبل البحاري اللي هو عبارة عن حبال وغرض خشب اللي عملته هي قناة السويس. انت بتطلع فوق وتروح دائق زاوية كبيرة وتشبك فيها وتنزلهم تحت. يوم اللي طالع بدل ما يطلع في الرمل المتهيلة يطلع على السلم ده. ممكن تحط مسلمين جنب بعض وتجر عليه مدفع له عجلين. مدافع صغيرة وزنها 82 كيلو. العساكر شالوها وكتفوا وطلعوا بس ساعتين. توجيه واحد قريب من ضمن ما يتكلم على شدة الجندي. هي عبارة عن جاكيتة مليانة بيوت فيها الزخيرة وفيها القنابل وفيها أكل وشرب وبطانية صغيرة. معدات 50 كيلو، 3 خزن زخيرة وماتوا بقايا ومية وأكل 3 أيام جف. وزن المدفع 305 كيلو. بعد سنة جبت 20 جندي ورحت عشان طلع المدفع ما طلعش. زي الإنسان يقدر يشيل الشيلة دي؟ في الوضع العادي ما يقدرش، لكن في وقت الحرب وقت الحماس الناس راحت على الطيارات وجهزت، دخلوا على الممر، الطيارات طلعت. الناس مستنية انه هيتقال روح على ميدان ضرب النار. بعض الناس اللي موجودة ما صدقتش غير لما عدوا قناة السويس عرفوا ان دي الحرب. نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس واستولت على نقاط العدو القوية فيها، وترفع علم مصر على الضفة الشرقية للقناة. وصلنا الضفة الغربية قناة السويس، لقينا العلم المصري مغروس في الضفة الشرقية بكثافة. لما وصلنا بقى الناحية التانية لقيت السطر ترابي عالي جدا، عامل ايه؟ فطلعت جاري بالعلم وحطيته فوق وشاء الله وأكبر. وبعد ما تم السيطرة على حصون خط بارليف، قامت القوات بفتح ثغرات في الساتر الترابي. الفكرة العبقرية باستخدام خراطيم المياه لفتح ثغرات في الساتر الترابي كانت فكرة اللواء أركان حرب المهندس باقي زكي يوسف. وجات الفكرة بالوحي لما كان منتدب للعمل في موقع بناء للسد العالي. عند الثغرات اللي فتحناها في الساتر الترابي هنركب الكباري، ومن فوق الكباري هتعبر المدرعات والمركبات والخدمات، وتتقدم قوات الجيشين الثاني والثالث الميداني بعمق 12 ل 15 كيلو داخل سيناء. والكباري اللي عبرت عليها الدبابات والمدرعات جبناها من ألمانيا عن طريق بعثة مهندسين وفنيين مدنيين قالوا إن إحنا هنستخدمها في مشروعات تنموية على ضفاف النيل. الخط الجبار اللي هم عاملين بيه الدعاية الرهيبة دي والنار من تحت المية ومش عارف إيه، الدشم الحصينة الجبارة دي، شوفوا تبة الشجرة عاملة إزاي. النقطة اللي إحنا واقفين فيها دي اسمها حصن تبة الشجرة. الحصن ده كان مهم جدا وحيوي لأنه بيسيطر على 50% من خط بارليف، مجهز للإعاشة بالكامل تحت الأرض. دي بقى الدشمة من جوه، ودي كانت مقر القيادة اللي بيحرك كل العمليات. كل حاجة اتثبت زي ما هي عشان تبقى متحف يحكي الأجيال عن البطولات اللي حصلت. ودي الفتحات اللي كانوا عاملينها عشان يهربوا منها، اللي احنا استغليناها عشان نرمي منها قنابل الدخان. مصمم بشكل هندسي ذكي ومميز، لان اولا الطيران ما يقدرش يكشف له طبيعته، ثانيا لو اتضرب عليه وكشفه الاحجار دي مع الاسلاك الشاكه كل ما تتضرب تقرب من بعض اكتر وتقوى اكتر. ده الحصن الاداري كانوا بياكلوا ويناموا ويتعالجوا فيه، مكيف بالكامل ومهيئ لمواجهه اي حصار. هم كانوا عاملين حسابهم ان هم مطولين، غير انه مصمم بالدفاع الدائري من كل الاتجاهات، يعني من الاخر حصن مانيع استحاله الاستحواذ عليه. 8 اكتوبر ثالث يوم الحرب القوات المصريه سيطرت عليه في ساعتين بس.
طب ايه اللي منع اسرائيل تضخ النابالم في القنابل وتولع الدنيا؟ الاجابه عند ابطال الضفاده البشريه المصريه. بالابحاث وبالعلم قدروا يكونوا ماده، الماده دي فعلا عملوا عليها اختبارات وخلوا الضفاده البشريه بتاعتنا قفلت مواسير النابالم. يعني احنا بنعبر وعارفين ان ده ممكن تتفادى علينا، ما لناش نتفادى. تالي لولا سد مواسير النابالم كان في هتبقى خسائر كبيره قوي في العبور. بعد هزيمه بست ايام واحتلال واستعداد المعركه دام 6 سنين، حسن خط بنيف المنيع مع اسطوره الجيش الذي لا يقهر انهارت امام هجوم الجيش المصري يوم 6 اكتوبر 73 زي ما قال الرئيس السادات. في 6 ساعات סמוך לשעה 2 אחרי הצהריים פתחו צירות מצרים וסוריה בהתקפה נגד ישראל. נעמוד בדומייה ונעלה בדאבון לב את זכרם של מאות לוחמינו גיבורי החיל שנספו במערכה הכבדה. המלחמה הזאת קשה, התנגשויות חריפות ומרירות, שריון ואוויר. מלחמה כבדת ימים, כבדת דמים. בחלול اليوم الرابع للحرب كانت قواتنا حققت المهمة المباشرة للعملية العسكرية وتوغلت لمسافة ما بين 12 كيلو ل 15 كيلومتر في عمق سيناء، وأنشأت 5 رؤوس كباري للفرق الخمسة العظام وسيطرت على الأمور سيطرة كاملة. عاش العدو أسوأ أيامه وأكبر صدمة ليه من بداية قيام دولته. This is not the army of 67. Well, maybe the most terrible night ever seen. جولدا مائير رئيسة الوزراء الإسرائيلية وصفت الأيام الأولى للحرب أكتوبر في مذكرتها بالكابوس. وبطبيعة الحال توجهت جولدا مائير للولايات المتحدة الأمريكية تستنجد بالرئيس نيكسون لإنقاذ إسرائيل. الولايات المتحدة تدخلت بالفعل لقلب موازين المعركة فيما عرف إعلاميا عندنا بجسر الإمدادات الجوي الأمريكي، لكن في الولايات المتحدة نفسها كانت معروفة بعملية عسكرية ضخمة اسمها Operation Nickel Grass أو عملية عشب النيكل. هي جسر إمداد جوي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية بعد خسائر إسرائيل في يوم الاثنين الحزين لتعويض الجيش الإسرائيلي خسائره من الأسلحة والمعدات في الأيام الأولى لحرب أكتوبر 73. وكان ديفيد إليعازر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بيلح في طلب الإمدادات الأمريكية من يوم 8 أكتوبر وبيطلب من القيادات الإسرائيلية إنها تشرح لأمريكا قد إيه الصورة قاتمة. تحت إلحاح جولدا مائير وضغط اللوبي اليهودي داخل أروقة السياسة الأمريكية بدأت العملية اللي أسفرت عن نقل أكثر من 22 ألف طن من الأسلحة والمعدات والدبابات والذخيرة مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أرض المعركة. أدت عملية عشب النيكل والتدخل الأمريكي الصريح لقيام الدول العربية المصدرة للبترول أعضاء منظمة الأوبك بوقف إمدادات البترول للولايات المتحدة وحلفائها، مما أدى لأزمة النفط العالمية سنة 1973 وتغيير السياسة الخارجية الأمريكية في التعامل مع الدول النفطية لحد الوقت الراهن. America launched Operation Nickel Glass. It provided Israel with tanks, with artillery, with munitions, and all the other supplies that were needed to continue the defense of the homeland. Describes what happened when President Nixon took Golda Meir's call in the middle of the night. And I heard Golda Meir pleading with me, Mr. President, if you don't help us, the Jewish people will never survive. تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب رجع إسرائيل للمعركة بعد ما كانت باعتراف قادتها على حافة الفناء. في 14 أكتوبر دارت معركة المنصورة. كانت واحدة من أطول المعارك الجوية في تاريخ الحروب. القوات الجوية المصرية عاملة سيطرة تكتيكية على مسرح العمليات. أنا عايز أقول المعركة دي قعدت 53 دقيقة، نتيجتها 18 طيارة إسرائيلية تم إسقاطها، والخسائر بتاعتنا لا تشكر في وسط هذا الحجم ل 53 دقيقة، وسمي بعيد القوات الجوية لأنه عيد أثبت كفاءة الطيار
أول حاجة عملتها إسرائيل بعد ما انتقدت أنفاسها إنها زودت الضغط على القوات السورية اللي كانت تستولد تقريباً على هضبة الجولان بالكامل. هنا أصدر الرئيس السادات الأوامر بتطوير الهجوم وتقدم الجيش الثاني الميداني لتخفيف الضغط على الجبهة السورية. طيارة استطلاع أمريكية بتطير على ارتفاع شاهق وبسرعة تفوق سرعة الصوت، رصدت الثغرة اللي حصلت بين الجيشين الثاني والثالث. وبلغت القوات الإسرائيلية اللي بدأت تتقدم باتجاه الثغرة بعبور قناة السويس باتجاه مصر. يعني أمريكا اكتشفت الثغرة وإسرائيل دخلتها بس ما عرفتش لا تتقدم ولا تنسحب منها. كلمة الثغرة يعني شيء بين شيئين، اللي هو الفاصل بين الجيشين الميدانيين. المنطقة دي ما كانتش فيها قوات كافية، المنطقة دي هو رصدها لما القوات الاحتياط بتاعتنا عبروا قبل كده، بقى ظهر القوات مفهوش احتياطي كبير. ويوم 15 أكتوبر دارت واحدة من أكبر معارك الدبابات في التاريخ بعد الحرب العالمية الثانية. موقع من المواقع اللي موجود شرق الإسماعيلية. استشهد هنا بكتاب كتبه الإسرائيليين اسمه كتاب عيد الغفران. وعندما حل يوم 16 أكتوبر كانت المعركة ما زالت مستمرة، فقد تعطلت القوة الإسرائيلية التي بدأت منذ 48 ساعة تهاجم الموقع ومنيت بخسائر فادحة. وعندئذ تقرر اللجوء لوحدات المشاة والمظليين للقضاء على التحصينات المضادة للدبابات اللي هي تحصيناتنا احنا. فبدأت العساكر تعمل حاجة اسمها ايه؟ اقتراص الدبابات، اتدربوا عليها. عسكري لاقيت كده في الظل، محدش شايفه، تيجي الدبابة جنبه يروح ناطط ورمي القنبلة النووية وقافل الغطا. خلاص اللي جوه مات. يمكن تقتل كتيبة 890 مظليين، وبفضل الله وبطولة الأبطال المصريين قتل 250 من الكوماندوز الإسرائيلي اللي هو المظليين. القتال استمر يوم 24 لغايه بالليل، وخرجوا وسابوا معظم دباباتهم. ليه ما كترتش قواتك وهجمت السويس مره تانية؟ لانك ما تقدرش، قوتك الدافعه ما تقدرش، كميه خسائرك في الثغره ما تقدرش. If they have enough forces in the western bank, why didn't they went to Cairo? حاول يروح الاسماعيليه فشل، اتدمروا بالكامل. Why didn't they take Suez? Why didn't they take إسماعيلية؟ حاول يتحرك في اتجاه السويس. وقوات الدفاع الشعبي بتاع السويس دمرت العدوى، لم يتمكن من دخول السويس. اللي اشترك فيها المقاومة الشعبية وقفوا، ما قدروش يتحركوا من كتر المقاومة، ودمروا معظم الدبابات والمركبات اللي حاولت تدخل مدينة السويس. وفي يوم 19 أكتوبر تم تكليف العميد إبراهيم الرفاعي والمجموعة 39 قتال بالتصدي لهجوم العدو على مدينة الإسماعيلية. إبراهيم الرفاعي خد مدفع 57 ومدفع أربجية 7 وطلع فوق القاعدة من فوق، وإحنا تحت القاعدة من تحت. إبراهيم الرفاعي بيضرب من فوق، فاكتشفوه الإسرائيلي، ضربوا عليه، جات له إصابة مباشرة في القلب، والجمعة بتقول الله أكبر، سقط الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي شهيدا في هذا اليوم. ولما اتجوز ماما اخواتها 4 كانوا ظباط، ولما جه يتجوزها قال لها انا هعيش 10 سنين بس، احتمال يحصل كده بس ما كانش متوقع. فعلا عاش 10 سنين ونص. كان بيخلينا كل سنه احتفال بحاجه معينه، نقعد احنا الاثنين جنبه، شغل الريكوردر القديم اللي بشرايط يسجل لنا. اسمك ايه؟ ليلى. ليلى ايه؟ ليلى ايه؟ مدرسه ايه؟ ثالثه مقوي خالص. ثانية. هو بيوثق حاجات انه انا حضرت معاكم، الحاجات دي مستمره. دعا العدو ان السويس احتلت. هل احتلت السويس؟ لم يتمكن العدو من احتلال السويس ودمر جميع دباباته التي حاولت دخول السويس. دفع ثمن غالي غالي. 24 اكتوبر مصر واسرائيل وافقوا على وقف اطلاق النار. إسرائيل كسرت الاتفاق ده كذا مرة، لكنها في الآخر أدركت إن عمرها ما تحقق النصر اللي نفسها فيه. على الجانب الآخر مصر قررت إن هي حققت أهدافها العسكرية وأجبرت العدو إن يرضخ ويطلب المفاوضات. وفي قلب خيمة في وسط الصحراء انعقدت أول مفاوضات مباشرة بين مصر وإسرائيل، وتم الاتفاق على الهدنة وتبادل الأسرى. بعثت القيادة لأهالي السويس تسألهم طلباتهم إيه، وكان ردهم ما تشيلوش همنا، إحنا على وضعنا، اتفاوضوا على اللي فيه مصلحة مصر. الحقيقة أن العبرة في الحروب بالخواتيم. في سابقة تاريخية مصر حاربت بنفسها واستعادت أرضها. سيناء اللي كانت محتلة رجع كل شبر منها للسيادة المصرية،
والطرف التاني اللي كان متغطرس ومستبعد اي عملية عسكرية ملى الدنيا صياح وجري يستنجد بالحلفاء وهو بيصرخ انقذوا اسرائيل. ما كناش نتوقع ان احنا بعد مرور 50 سنة من حرب اكتوبر ان احنا نكون موجودين في هذا المكان، ولا كنا حتى بنتوقع قبل حرب اكتوبر ان احنا نبقى موجود في هذا المكان. سنة 1977 فاجئ الرئيس السادات العالم وخد زمام المبادرة وزار إسرائيل كأول خطوة معاهدة المعاهدة السلام. املأوا الأرض والفضاء بتسابيح السلام، املأوا الصدور والقلوب بآمال السلام، اجعلوا الأنشودة حقيقة تعيش وتثمر. فاكرة لما كنت بتتضايق مننا ان احنا ما رحناش نصب تذكاري وانت مسافرة عشان نقرا الفاتحة هناك للشهداء؟ كل واحد ياخد له وردة من مصروفه ونطلع على النصب التذكاري في مدينة نصر. وانتوا صغيرين مش عارفين بس انتوا رايحين فين، الناس دي ماما بتحبهم، احنا رايحين نقرا لهم الفاتحة. في مارس 1979 وقعت مصر واسرائيل معاهدة السلام الدائم اللي بموجبها ردت اسرائيل كل الاراضي اللي احتلتها ب 67. وفي سنة 1982 انسحبت إسرائيل بالدموع من سيناء، وعفيرة رجع اسمها شرم الشيخ، وتحولت تحت السيادة المصرية من مستوطنة وقاعدة جوية لمدينة رسمية للسلام العالمي. Prime Minister Begin to come to Cairo. Really, I'm planning to invite him to Sinai. Thank you, sir. To who? Sinai. إسرائيل حاولت تتحايل على اتفاقية وقالت طابة مش بتاعتكم دي بتاعتنا، ولجأت فيها مصر للتحكيم الدولي وشكلت فريق من الخبرة خاضوا معركة على مدار 10 سنين عشان يرجعوا طابة لحب مصر. وفي مارس 1989 كسبت مصر التحكيم وتم رفع العلم المصري على طابة. ولن ينتكس عالم مصر أبدا. واستردت مصر أرضها وكبريائها ومكانتها الإقليمية والدولية، كل ده بفضل القوة اللي أظهرتها في أكتوبر 73 وكسبت بيها احترام العالم كله. النهاردة بعد مرور 50 سنة على حرب أكتوبر نقدر نقول إنها حجر الأساس لكل اللي جي بعدها، حددت شكل وملامح وشخصية القوات المسلحة المصرية الحديثة، وبقت العقيدة والدستور اللي العسكرية المصرية ما بتحكيش عنهم الدفاع عن مصر وحفظ استقرارها وأمنها والانحياز دايماً لشعبها. في يناير 2011 مطالب الشعب كانت مشروعة والجيش انحاز لها، وعدى بالبلاد من ظرف تاريخي صعب ونفذ كل مطالب الشعب. وفي 30 يونيو 2013 استنجد المصريين بجيشهم والجيش كعادته كان في الميعاد ولبى نداء تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وأنقذ مصر من شبح حرب أهلية وهلاك محقق. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون. وبدأت مصر عهد جديد عايزة تعوض فيه الوقت اللي فاتها وتبني دولة حديثة قوية، ولقت نفسها قدام تحدي هو الأصعب. الجيش المصري خاض معركة شرسة وطويلة ضد الإرهاب في سيناء، وبالتوازي شارك بدور أساسي مع كل أطياف الشعب المصري في التنمية وبناء الجمهورية الجديدة. وكل ده ما كانش ممكن يحصل لو ما كانتش روح أكتوبر لسه عايشة معانا. والنهاردة لما وقفنا إيد واحدة قدرنا في وسط كل التحديات نقف على رجلينا ونبني بلدنا. وطول ما احنا عايشين بروح أكتوبر، طول ما احنا صف واحد وإيد واحدة، مفيش حاجة هتقف قدامنا. وإحنا بنحتفل النهاردة بذكرى حرب أكتوبر المجيدة نقدر نلخص ال50 سنة اللي فاتوا من عمر الجيش المصري في 3 كلمات: عبور، انقاذ، انجاز. ستة اكتوبر 50 عاما من العزه.